الفيديو اللي فات نسيت ما قلت لكم لا واش راكم بروكه لا اش اخباركم لا لاباس عليكم لا والو. سمحوا لي دخلت متحمسه حيت هذا الشيء هذا كذا في الخاطر. مهم رمضان مبارك سعيد، هو يقرب يخرج، الله يخرجوا بصحيحه والسلامه، وعيدكم مبارك وعواشركم بروكه، والله جعل ايامكم تكون كلها سعيده وتكونوا فرحانين يا احسن عائله. اش اخباركم اش كتعاودوا كل شيء مزيان؟ شو الفيديو اللي دار الاخ راكم عرفتوا المعلوم، فيديو كيستحمر فيه الناس، كيضحك على الناس بواحد الطريقه اللي مستفزه صراحه. خارج كيكذب البنت معاه في الدار، او لما كانتش معاه في الدار مشات، ربما خدات اوتيل، ربما مشات عند شي واحد في لافامي، مشات ترتاح كيف ما قال. اشنو غنديروا حتى ديك الخرجه ديال البنت غنديروا بها فيلم، وهما داروا هذا الفيلم هذا باش الناس ما يبقاوش يلوموه على ادم حيت مشى شافو، باش ما يبقاوش يقولوا لي علاش انت ما مشيتيش عند ولدك، علاش ما وقفتيش معاه، علاش ما عطيتيش التعاد فلوس العمليه الى اخره. نادو داروا ربعوا يهبطوا ليها زعما، هما كيسحب لهم الفتحه ديال الولد بوز، حيت هو داك الانسان كيامن غير بالبوز وبالماده، انسان مادي كيسحب ليه حتى هي بحالو وصافي. المهم الكذوب على الناس، وكيقول لك واش يسرى ماشي قاصر، واش يسرى ماشي بنت الشاب، واش يسرى واش يسرى واش يسرى. هذا السؤال سولو لنفسك، لانك انت اللي كتاجر بها، انت اللي كتخرج عليها، انت اللي كتشوه لها في الصوره ديالها. الناس البراني اللي دوى عليها غيخليه يدوي 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 ويسخف، ولكن ملي كدوي انت ومرتك عليها ومطلعين البوز عليها شنو خليتو الناس ما يقولوا؟ دونك كيكذبوا على الناس، وقال لك حقا راه البنت مشات. والواعره اللي كتقتل بالضحك صراحه قتلني انا بالضحك، وصلني واحد تيك توك عاتي سخفت بالضحك. قال لها طب العشاء بعدا، تخيلوا واحد تودرات ليه بنته، تخيلوا معايا تودرات لك بنتك، يعني القيامه غتقوم، لا فطور غتفطري، العشاء غتعشى، وانت المسؤول جالس معاها، جالس معاها انت اللي مسؤول عليها. ما غتفطر ما غتعشى ما غتلحق الوقت فين دير لايف لا فين دير فيديو لا دير شي حاجه، غير غادي كما كيقولوا يبرك لك الماء في الركابي، الله يبركوا لك نيتس، لانك كتمثل وكتكذب على الناس. غيبرك لك الماء في الركابي، غدوخ غتسخف، ما غتقدر لا تهز التليفون لا تاكل لا تشرب. السيد فطر ودار فيديو ولا معات لايف، وجالس في اللايف مرخي وكيضحك على الناس وكيكذب عليهم، كيقول لك البنت هذه، وكيلوم كلشي كيردوا على امها. ملي دار اللايف قال لها واش طاب العشاء بعدا، اهمو في كرشو واش هذا الشيء هذا. الناس فيقوا اوعوا، انا كنهضر على المتتبع ديالهم، واش هذا ماشي كيضحك عليكم؟ واش مثلا عنده متتبعين اللي كيبغيوه؟ يعني انسان كيبغيك كيتعامل معاك كيكتب لك تعليق كيتفرج فيك كيكبر بيك، يعني على الاقل ما تبقاش تستحمروا الضحك عليه. كتضحكوا على الناس، كتضحكوا على الشعب، كتقول ليهم بنتك هربانه وانت بنتك ما هربانه ما والو، انت داير فيلم انت ومرتك هذيك السريعه باش ديروا البوز، كتكذبوا وكالس ومرخي. والواعره اللي الخطير في الامر اللي كيقتل بالضحك هو في اللايف. انا صراحه هاد العائله المشوهه مابقيتش كنتفرج فيهم رمضان كامل وانا مرتاحه منهم، كنتفرج فيهم كنصلي صلاتي ونصوم صيامي وشاده فمي الحمد لله، فقط ما كنتفرجش فيهم. ولكن هاد اليومين ملي كنت القضية وسمعت البنت هربات دخلت تفرجت وفهمت. والمهم اللايف ديالو، في اللايف ملي قال لهم البنت هربانه كيضحك على داك المتتبع الغبي، المتتبع ماشي المتتبع اون جينيرال، لا المتتبع ديالو، لان كيضحك عليهم وهما يا كيصفقوا ليه كيقولوا ليه بصح امها بصح المنتقدين بصح هادي، فهمتي كيضحكوا عليه وكيضحك عليهم هما مساكن ما فاهمينش، ماشي ما فاهمينش مدوخين كلخين يمكن. المهم في وسط اللايف الناس تبارك الله كاينين الناس اذكياء غيكونوا. مهم هذوك المتتبعين دوك يكتبوا ليه سعاد راه مشات ديكلاري، حنا غنمشيو ديكلاري نقز. هو ملي قال ليه قال لي انا داري وما كنعرفهاش، عاد تعرفها انت، يعني هنا بين على انه خايف. الناس فيقوا وعاو فيقوا، واش بحال دابا هذا الكليخ هذا الكلخ هذا غيضحك عليكم؟ هي وديك اللي حافظه جوج كلمات باللغه العربيه الفصحى، هذيك اللي ما عندها لا خلاها فيديو ديالها بوحدو. المهم كيضحكوا عليكم كيقول لكم العنوان ديالي حقا ما عرفتوش حتى انا، باش الناس هنا في هذه النقطه هذه فاش بدا كيتعصب وكيقول لهم انا حتى انا تعصبت معاه، وكيقول لهم حيت ملي كاين شي واحد كيستحمرك راه خصك تعصب بطبيعه الحال، تيقول للناس انا داري وما كنعرفش العنوان ديالها، سيروا ديكلاريو. يعني انت بنتك خايف عليها، الا كنتي فعلا خايف عليها ومضره، شي واحد كتب لك غادي ديكلاري ولا غادي نجيو نصيفطوا البوليس، بالعكس فرح قول ليه مرحبا خويا عاونونا عفاكم بارطاجوا عاونونا وبارطاجوا تصويره البنت، وانت عارف راسك كضحك على المتتبع بديت كتقول ليه هو داري انا وما عارفهاش. والمهم داروا اللايف مع 12 الليل،
من اللي سمعوا المتتبع سعاد غادي ديكلاري بان بنتها اختفت والهروب ما الهروب، خافوا من يدخل السلطات يعرفوهم تمثيليه يزيد، واللي عنده مصيبه اخرى هو الفوبيا ديالو هو الشكايات والدعوات في المحاكم، لان عارف راسو غرقها، عارف راسو كثر. انا ما كنهضرش على داك الموضوع ديال زين المحارم، هذاك دائما ما كنهضرش عليه هذاك بوحدو، انا كنهضر على قضيته مع 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 بشرى، مع كوثر، كاريزما، مع بزاف ديال الناس. المهم شنو دار؟ الا قلت ليه خرج هو البنت، البنت خرجت معاه بلايف وهو خرج بفيديو، وعاود ثاني كيهضر بواحد الاسلوب استفزازي، كيقول لك واش البنت ماشي بنتكم وانتم كديروا، واش كوني اصلا دخل البنت لهذا الشيء هذا من غير كنتا، شكون اللي اصلا زيد هاد العافيه من غيرك انت؟ العافيه زيدتيها ليها انت باش دير البوز، باش دير داك المحل، وزدتي كملتي خديتي لها 50 مليون، شوهتي لها السمعه ديالها، خليتيها مسخوطه عكا، واخا هاد المصطلح ما غاديش نحكر عليه، لان الله حنا الامهات استحاله كنحقدو، يعني ضروري واحد النهار غتسامح مع ماماها ما غتبقى لها مسخوطه لا والو، لان الله سبحانه وتعالى كيغفر، عاد حنا الوالدين عادي. يعني انت زيدتي ديك البنت الفم العافيه، علاش؟ حيت انت اناني. علاش اناني؟ لانك ربحتي محل، كنتي ما عندك حتى ريال، ربحتي محل، زيدتي هي الفم المدفع ديال العافيه وديال المنتقدين وديال الناس وديال المجتمع وديال لونطوراج ديالكم، كلشي كيقول لها زعما انت عاقه، انت درتي لماما، انت درتي درتي، من غير الموضوع ديال زين المحارم هذاك ما كنبغيش باش ندوي عليه. وشنو استفدتي؟ استفدتي عاود ضربتيها بالزويجه، سير كتولد بنتك ولا ولدتيها ولا تسلفتيها ولا داك شغلك هذاك منك، هذاك موضوعكم. لا بغيتو تضحكوا على الناس ضحكوا عليهم، زيدوا ضحكوا عليهم. يعني انت استفدتي، زوجتي وعاودتي حياه جديده مع وحده تاهي باغا تستافد، مع شي حياه جات تعيشها معاكم، ودرتي محل، حققتي احلامك، وفي نفس الوقت داك الحقد وداك الكبت اللي عندك اتجاه مرتك ملي كانت هي عندها الفلوس وانت ما عندكش، كاز خدام في الدار دراسه في الدار، كان عندك واحد الحقد، علاش اللي ما كتقسمش معاك، ولا علاش اللي ما دايرهاش لك الفلوس في لا بنك، ولا علاش اللي ما شاريش لك العقار في سميتك، كان عندك واحد الحقد. اذا فشيتي الغليل في الزوجه ديالك الاولى، شنو درتي؟ استفدتي انك داك الحقد كبرتيه في البنت، وخليتي البنت معقده باش البنت تحقد على ما باش السعاد تخلص، شوفوا الطريقه كي دايره، وخديتي محل، زوجتي، عاودتي حياتك. شكون اللي ضاع؟ هي اللي ضاعت، هي الضحيه، وهي اللي دفعت الثمن، دفعت ثمن غالي ومازال غدفعوا، لان المجتمع ما كيرحمش. هاد الهضره كنا كنقولوها لك زمان يا رحمن، هذا عام وحنا كنقولوها لك، تنقول لك هذيك البنت خرجها من هذه المشاكل، بعد من هذه المشاكل. وانت المهم خلينا موضوع البنت راه حطيت عليه فيديو، انت دابا كتضحك على الناس، خارج بحالك مرخي كيقول لكم مشات، طاب العشاء بعدا فطرنا ومني صار اللايف مع 12 الليل، ساليت اللايف وكنت غناكل شي حاجه وعاد نخرج نقلب عليها. وتخيلوا معايا فطر وحل لايف، بقى مجبد اللايف كله هو كيكذب على الناس، وملي صار اللايف كان عاود ثاني غادي ياكل شي حاجه، هذا مشطوم على بنته، واو ومشطوم، الكبده ديالك ماشي تشوات، شتات، سخفتي بالخوف على ديك البنت، راه يعاود كلا. تخيلوا معايا وحال اللايف يدخل الاموال، ومن بعد ما سد اللايف بغى ياكل وعاد يمشي، عاد البنت حقا صيفطات لهم ميساج وقالت لهم زعما كونكوراها ما عندها والو، الحمد لله. شوفوا كي كيضحكوا على الناس، كيستحمروا الناس، رادين المتتبع ديالهم ضحكه، كيضحكوا عليه، كيديروا ليه السينما، والمتتبع للاسف غادي معاهم في الخطه، غادي معاهم في الخطه، غادي معاهم في الخطه. وهذا الشيء هذا اللي كنهضر عليه انا دائما، ما انا زين المحارم ولا ماشي زين المحارم، ولا مع سعاد المشاكل ديالو مع سعاد، ولا هادي ولا هادي، هذاك بيناتهم راه كلشي كيتقاتل، كلشي كيتضرب، كلشي كيتصالح، كلشي كيتخاصم عادي. ولكن ها اللي كنا كنهضروا عليه، ها اللي كنا كنهضروا عليه، احنا وصلنا ليه؟ كيضحكوا على الناس، كيقول لهم بنتي توضرات وبنتي هربات باش ما يلوموش الناس على ادم اللي مشى شافو، وباش الناس ينزلوا على سعاد في هاد الايام حتى تقريبا لهم الجلسه، وينزلوا على سعاد ياتاكيوها، ينزلوا عليها، ينزلوا عليها، ينزلوا عليها. هذه هي الخطه اللي دار هو السريعه، وبغيت نقول لك السريعه الخطط ديالك فاشله، مكلخه بحالك، ترقاي ترقاي، طلعي لفوق، حاولي طلعي لفوق، حاولي ترقاي، واخا ما تقديش هاد القيراس دائما هابطه لتحت، حيت انت هكاك، حيت انت في داك المستنقع ديال السم والبغض والوساخ، كتقلبي دائما على ديري الاثاره بالوساخ. بغيت نقول لك ترقاي شي شويه، حاولي ترقاي. وهذا الشيء هذا، هذيك البنت اللي ولدتيها ولا ربيتيها ولا تسلفتيها ولا ما عاد خديتيها ولا طرقتيها ولا براسك، هذيك البنت غطرت لك نفس الصرف، فهمتي؟ يكوني على يقين. فيديو ديال السريعه بوحدو خليوه ليا بوحدو، هذاك الفيديو اللي هزه فيه البيبي
وطحت لها خليكم التعليق ديالكم الدعم ديالكم كنتسنى الراي ديالكم. هاد الناس هادو كيضحكوا على الناس وكيستحمروا الناس وكيضحكوا على المتتبع ديالهم. للاسف المتتبع ديالهم تابعهم في الراي يعني شي حاجه اللي باينه. انا بعدا نكون كنحمق على واحد العائله كنتبعها مثلا وملي نحصل على الكذوب بحال هكا كتضحك عليا كتستغباني كتستحمرني استحاله بقى نتفرج فيهم. علاش؟ لان ما يمكنش الانسان. هما السعايا داروها قلنا ماشي مشكل, الروتين اليومي داروا قلنا ماشي مشكل, بزاف الحوايج داروهم خايبين ماشي مشكل, ولكن بحال هاد يضحكوا على الناس بهذه الطريقه. او سمحوا لي كاين صدا كاين اللي تخافوا هنايا حدايا. نقول لكم شكرا لكم والمحبه ديالكم والدعم ديالكم وكنحبكم وعشركم بروكه. واليوم ليله القدر الله يجعل ربي يتقبل منا الصيام وعشركم بروكه بالفرحه بالصحه بالوليدات اللي بغى الوليدات بالزواج اللي باغي الزواج باي حاجه زوينه اللي بغى شي حاجه الله يحققها ليه. كنبغيكم شكرا لكم وشكرا للدعم ديالكم وان شاء الله نتلاقاو في فيديو محسن.